بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان داتا اكسس. هنتكلم دلوقتي عن هاو تو كرييت بورتابل داتابيز ام اس او مايكروسوفت اكسس من خلال السي شارب. يعني السي شارب هي اللي تكريت لي الداتابيز في الران تايم. هنشتغل على ادو اكس، ودي من المكتبات القديمه اسمها مايكروسوفت ادو اكس اكستندد 2.8 فور دي دي ال اند سكيورتي. طيب تعال نشوف المكتبه ديت هنستخدمها ازاي. تعال الاول نفتح الفيجوال ستوديو، تعال نكريت نيو بروجكت من نوع ويندوز ابلكيشن وهنسميه ام اس اكسس ديمو. طيب انا محتاج اعمل شويه ريفرنس لبعض المكاتب اللي عندي، وبعد كده نبدا نكريت من غير اي مشاكل. الاول هزود زرار، هو ده الزرار اللي من خلاله هبدا اعمل كرييت. طبعا كنت ممكن ادخل الدايلوج بوكس بتاعي بحيث يحفظ لي الدنيا في المكان اللي انا عايزه، ممكن نبقى نعملها بعد ما اخلص. الاول هبدا ريفرنس مجموعه المكتبات بتاعي. هاجي هنا على الاد ريفرنس، اول مكتبه عندي اسمها مايكروسوفت اكتف او اكتف اكس داتا اوبجكت بوينت 5، تمام. والثانيه اللي انا اقصدها وهي مايكروسوفت ادو اكستند 2.8 فور دي دي ال اند سكيورتي. ده طبعا على الاصدارات القديمه اللي هي الام دي ال، اما اللي تحتها ديت على الاصدارات الجديده بتاعه الاي سي سي دي بي. طيب بعد كده عايز مايكروسوفت ادو كنترول، معايا كمان ادو داتا كنترول 6، واخيرا عايز احط مايكروسوفت اوفيس 5 مايكروسوفت 5 لايبرري، تمام، علشان يقدر يفتحها على الاصدارات الاحدث. دول مجموعه المكتبات اللي انا ضفتهم، وبالتالي هم اضافوا هنا. هبدا اشتغل على طول، فهخش تحت الزرار. ندخل تحت الزرار ده محتاج ان انا اعرف مجموعه النيم سبيس اللي انا هشتغل عليها، فهي يوزنج دوت سيستم دوت اي دي اكس ادو اكس. لا مش موجوده، لا مش تبع سيستم، انا اسف، ادو اكس على طول، تمام. وبعدين يوزنج، بما اني هشتغل على فايل فلازم أن يكون معايا سيستم دوت اي او، واخيرا يوزنج لسيستم كان دي عملناها في الفيديو اللي فات دوت داتا دوت او ال اي دي بي، واتفقنا ان الاو ال اي دي بي هي فكره الربط. طب هي او ال اي دي بي بتعني ايه؟ تعالى مع بعض سريعا كده نبص على البرزنتيشن ده. في الاخر خالص انا حاطط لك المعنى بتاع الاو دي بي سي والمعنى بتاع الاو ال اي دي بي. لا ده الفيرجن القديم، انا حاطط لك هنا فيرجن احدث. عايز بس اعرفك في التوبيك ده، ومهم جدا، ان انا عندي ان الادو دوت نت او الدوت نت ابلكيشن سواء كان ويب او ويندوز او كونسول او اني ابلكيشن، المفترض بيتصل من خلال الادو دوت نت بروفايدر. الادو دوت نت بروفايدر ممكن يتصل من سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت زي ما احنا كنا شغالين، وممكن يتصل من خلال سيستم دوت داتا دوت اوراكل كلاينت، وممكن يتصل من خلال سيستم دوت داتا دوت او ال اي دي بي، وممكن يتصل من سيستم دوت داتا دوت او دي بي سي. وكل واحده منهم بتكلم داتا بيز مختلفه. فعندي سيكوال كلاينت بيكلم سيكوال، اوراكل كلاينت بيكلم اوراكل، او ال اي دي بي بيكلم الاو ال اي دي بي بمعنى الاكسس، الاو دي بي سي بيتكلم الحاجات اللي ممكن تكون على الويندوز والدرايف وهوريك نبذه عنها. كلهم بيحتووا على كونكشن وكوماند وداتا ادابتر وداتا ريدر وداتا سيت. يمكن داتا سيت مش تبع الدوت نت ادو، لكن هي تبع داتا سيستم دوت داتا، عشان كده هي حاجه تعتبر منفصل. بمعنى انت كان عندك اس كيو ال كونكشن، وكان عندك اس كيو ال كوماند، وعندك اس كيو ال داتا ادابتر، وعندك اس كيو ال داتا ريدر. ولما خدنا الاو ال اي دي بي بقى عندي او ال اي دي بي كونكشن، او ال اي دي بي كوماند، او ال اي داتا ريدر، او ال اي داتا ادابتر.
لكن الداتا سيت والداتا تيبل والداتا رو والداتا كولوم ما لهمش اي بريفكس او تسميه مسبقه زي سيكوال اوراكل او ال اي دي بي او دي بي سي، لا مش موجوده. تمام. طيب او ال اي دي بي هي اوبجكت لينكينج اند امبيدنج داتا، ومعناها ان الداتا بيز بتاعتي از ا فايل بورتابل. لكن الاو دي بي سي معناها ان انا بعمل اوبن لداتا بيز على شكل كونكتيفيتي. بمعنى ايه كونكتيفيتي يا شباب؟ لو انا رحت الكنترول بانل، افرض ان انا عايز احط على نسخه الويندوز ديت فايل اكسس واقدر اكونكت عليه، بخش على سيستم دوت سيستم اند سكيورتي وبروح لحاجه اسمها ادمنستريتيف تولز، بتلاقي عندك هنا حاجه اسمها او دي بي سي. طبعا او دي بي سي 32 64 مش بتفرق، ده بس على حسب النسخه. من هنا بنبدا نحط دي اس ان او داتا سيستم نيم او الداتا سورس نيم بتاعي كادمن، ممكن تكون ملف دي بي بيز او اكسل او اكسس، وان شاء الله هيكون لنا فيديو مع طريقه التعامل مع الاكسل. ممكن هنا اد درايف، لما بضغط درايف فبيقول لي انت هتشتغل على درايف من نوع ايه، فبقول له مايكروسوفت اكسس وببدا اقول له فينش، بيبدا يقول لي قول لي الاسم واديني الديسكريبشن، وهنبدا نعمل كونكت باننا نعمل سيلكت. والداتابيز ديت هتبقى متعرفه على مستوى نسخه الويندوز، ممكن الابلكيشن يكلمها من خلال الدرايف ده، فده معنى كلمه كونكتيفيتي او او دي بي سي. تمام. ودي من الحاجات اللي يعتبر قديمه شويه، طبعا قبل شغل السيرفرات والحاجات الاقوى. نرجع سريعا، يبقى احنا كده عرفنا او دي بي معناها ايه. تعالى بقى نرجع للابلكيشن بتاعنا. يبقى احنا كده عرفنا الثلاثه نيم سبيس بتوعنا اللي هي ادو اكس سيستم دوت اي او، وبعد كده سيستم دوت داتا دوت اس كيو دوت اسف او ال اي دي بي. هنحط بس سيمي كولوم هنا ونبدا نشتغل على طول. تحت الزرار محتاج اني اخد تعريف بتراي كاتش، بحيث بس ان انا اتاكد ان انا ما عنديش اي ايرورات، ولو ظهر اي ايرور اي اكس تمام، وابدا اطلع مسج بوكس هتعرض لي فيها الاي اكس دوت المسج. كده هيعرض لي المسج. تعالى بقى في تراي هبدا اقول له اف، هختبر وجود فايل، فهقول له فايل دوت اكزيستنج، لو موجود ايه الملف ده، هنقول مثلا على الاي نقطتين فوق بعض، طبعا الكلام ده از باص، فاجي هنا على الاي سلاش نقطتين فوق بعض وابدا اقول له الباص اللي انا عايزه. تمام. هبدا اقول له مثلا ماي داتا بيس mydatabase.mdb. كده يبقى انا بقول له انا عايز اتاكد ان الملف ده موجود ولا لا. طبعا لازم احط هنا ات، او كنا ممكن نحط دبل سلاش بحيث ان هو ما يعترضش. طيب كده لو ده موجود، طب ده معناه ان هو موجود؟ لا، انا عايز اقول له لو هو مش موجود يبقى نوت. تمام. نوت فايل اكزيستنج يعني لو الملف مش موجود هنبدا نكريته. يبقى انا سالته لو الملف مش موجود، هبدا اقول له فار، هاخد متغير امبليسيت كات. كات ديت اختصار كلمة كاتالوج، وهي الكاتالوج هي الكلاس اللي مسؤول عن كرياتة الداتابيز جوه الاكس. ادو اكس دوت كاتالوج. تمام. كده الكات ده محتاج يعرف هو هيعمل ايه، فبقول له كات دوت كريت. طب انت هتكريت ايه؟ بيبدأ يقول لي اديني هنا الكونكشن سترنج بتاعي. طبعا الكونكشن سترنج زي ما احنا قلنا قبل كده بيبقى عبارة عن provider equal microsoft microsoft dot jet dot oledb، هكتبها كلها كابيتال، dot 4.0. بكده يبقى انا اديته اسم البروفايدر بتاعي، يبقى ده اسم البروفايدر يا شباب. بعد كده داتا سورس بتساوي اسم قاعدة البيانات اللي انا هشتغل عليها والباس بتاعها. طيب الباس اهو موجود هنا اهو، جاست بس ان انا هاخد الاستاذ ده كوبي واضيفه هنا. طبعا كنا ممكن بقى نشتغل ب دومين ابلكيشن او اب دومين، بحيث ان انا اجيب الباص اللي انا بشتغل منه، بس مش قصه دلوقتي. طيب اديته الداتا سورس، يبقى المفروض ان انا بعد كده ممكن اكريت عليه جيت بقى، هبدا اخد سيمي كولوم وابدا اقول له ده جيت
فوق اللي ايه دي بي، تمام، في مسافات، وبعدين بحط كولون، والمفترض ان انا هعمل داتا بيز. طب الداتا بيز ديت هيبقى لها باسورد، في باسورد بحيث ان انا امنها، بتساوي 1 2 3 4 مثلا. بكده يبقى انا خلصت الايه الكونكشن. ممكن اجي فوق وابدا اعمل كونكشن قبلها، او ممكن نيجي هنا ونقول له او ال اي دي بي كونكشن اللي هو الكون بيساوي نيو دي بي اي كونكشن، وهو هنا عايز الكونكشن سترينج موجودة عندي اهو. ما هو انا بكونكت على نفس مين يا شباب؟ على نفس الداتا بتاعتي او الداتا بيس. كوبي وهبدأ اعمل له بيست هنا، يبقى انا كده عملت الكونكشن سترينج كمان. تعال نصغر شوية عشان الدنيا تكون واضحة، تمام. هو الكونكشن اللي انا عامله فوق ده هو اللي موجود مع الكونكشن او ال اي دي بي. هبدا اعمل الكونكشن ده بعد التوصيل ده اوبن، فهاجي هنا واقول له يا سي او ان دوت اوبن، كاني بفتح كونكشن عادي. طيب بعد ما عملت اوبن هبدا اقول له الاو ال اي دي بي كوماند، الامر بتاعي اللي هو السي ان دي ايكوال نيو كوماند. عايز ابعت امر الكوماند بتاعي عشان يبدا ينفذ. طيب الكوماند بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ كرييت تيبل هنسميه تي 1. طيب تي 1 ده يا شباب بيحتوي على ايه؟ المفترض ان انا هدي له الاستراكشر. طب الاستراكشر بتاعي هحط سكوير براكت عشان احافظ على الاسماء لو هي اكتر من كلمه، فاقول له اي دي، والاي دي ده نوع نمبر كوما النيم والنوع تكست كوما الموبايل مثلا ونوع تكست برضه، تمام. بعد ما عملت الكلام ده عايز اربط الكلام ده مع الكونكشن بتاعي، فباجي هنا واخد كوما واقول له ايه كون ده الكونكشن سترينج اللي انت هتنفذ عليه الامر اللي قدامي. طيب بعد كده ببدا اقول له يا سي ام دي دوت اكسكيوت نون كويري، لاني انا هنا بنفذ امر كرياتا، تمام. طيب بكده يبقى انا عملت الاتصال بتاعي، تمام. لو هو مش موجود هيعمل الكلام ده. طيب لو هو موجود اكزيستنج بقى يبقى فيه else، في الحاله ديت هعمل معاه الاتصال فقط. يعني المفروض هنا ابدا اقول له كونكشن وابدا اكمل. نشوف بقى الفيديو اللي فات ونبدا نشوف محتاجين نعمل ايه في الداتابيز ديت ونشتغل معاها ازاي. يمكن من الحاجات المهمة بعد ما اعمل executing، علشان لو حبيت ان انا اطلع من الامر ده وانفذ حاجة تانية، بسأله لو كان ال OLEDB او ال con dot ال status بتاعه equal connection status dot open، يبقى في الحالة دي حضرتك هتعمل لي con dot close، عشان بس اضمن ان هو لو لسه still هو مفتوح ابدا اعمل له ايه يا شباب؟ اقفل. انا نسيت هنا ايكوال ايكوال لاني بعمل كومبارسون، تمام. بكده يبقى احنا خلصنا الجزئيه ديت. طيب ممكن اطلع له هنا مسج بوكس دوت اي دوت شو واقول له داتابيز از كرييتد او كرييتد، ماشي كرييتد، تمام، وشكرا. وكده يبقى انا خلصت الابلكيشن بتاعنا. تعالى نعمل ران للابلكيشن، وتعالى نروح للباس اللي احنا بنخزن عليه اللي هو باس الاي. لو انا جيت عند الزرار هنا وضغطت اوكي، بعت لي ان داتا از كرييتد، وبالفعل اتعمل لي داتابيز اسمها دي بي. طبعا هتقول لي هي ليه اوبن دلوقتي؟ لان انا ما قفلتش الكونكشن معاها، فده ملف ال دي بي او اللوج ترانزاكشنز اللي بيحصل عليه. لما بقفل الابلكيشن الملف ده بيختفي. طب لو حبينا نفتح الداتابيز، تعالى نفتح الداتابيز كده مع بعض. رايت كليك، فبدا يسالني لو انت فاكر الباسورد 1 2 3 4، نبدا نقول له اوكي. بدا يفتح في عندي تيبل اسمه تي 1، لو فتحنا تي 1 في اي دي ونيم وموبايل بنفس الاستراكشر اللي حضرتك عملته. بكده يبقى انا وضحت لك فكره ازاي بنشئ من خلال السي شارب ابلكيشن على او اسف داتابيز على الاكسس.
مهمه جدا، لانك ساعات بتبقى محتاج ان انت تطلع اكسبورت من حاجه معينه، دي هنشوفها ان شاء الله قدام. وهندخل معانا الاكسل، لان معظم الابلكيشنز بيطلب دلوقتي ان انت تكسبورت وامبورت حاجه من نوع اكسل او اكسس حتى على حسب الشغل. ارجو ان الفيديو ده يكون وضح النقطه كويس، وهي فكره الادو اكس مع البورتابل مايكروسوفت ادو اكستندد 2.8 فور دي دي ال اللي هي داتا ديفينيشن لانجوج اند سكيورتي. ويا ريت لو عجب الفيديو تعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي بنعملها على القناه. بشكر الناس اللي بتدعم القناه من خلال اللايك والسبسكرايب والكومنت والشيرنج. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك. شوف خير، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.